فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. أول حديث فقط والثاني أيضا أو ورد الحديث الثاني أيضا وخلاص. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال الإمام مسلم: وحدثني علي بن حجر السعدي. نعم، علي بن حجر ابن حجر المروزي نزيل بغداد، وهو من الثقات الحفاظ، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوي قرين الإمام أحمد، من الثقات العباد الحفاظ الزهاد، وهو شيخ البخاري، روى له البخاري ومسلم أو داود الترمذي والنسائي. واللفظ لإسحاق: قال علي حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد. نعم، عبد العزيز بن محمد الدارواردي في حفظه كلام، قالوا يخطئ وكان عالما واسع العلم، روى له الجماعة، لكن هو جاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم. عن عبد الواحد، لكن هو قال حديثه عن عبد الله بن عمر العمري حديثه منكر. نعم. عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله الأسدي أبو حمزة المدني لا بأس به، روى له مسلم والترمذي والنسائي. عن عباد بن عبد الله بن الزبير. نعم، ابن العوام كان قاضي مكة زمن أبيه، وهو من الثقات الحفاظ، روى له الجماعة. أن عائشة، عائشة رضي الله عنها أرضاه، يا حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا وفي الآخرة، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. طيب، جزاك الله عنا خير. أقول يعني يبقى هذا الحديث عن الوقت أدف علينا. أقول إخواتي الكرام، تكلمنا آخر حديث أمس، وهو الكلام على مستريح مصطرح منه القيام بالجنازة ودعاء الميت. الفوائد المستنبطة من حديث الأبواب التي مرت علينا: أولا، رحمة الله بعباده، لأنه قد أمر نبيه أن يأمر بالصلاة على الميت، وهذا واجب كما قلنا فرض على الكفاية ليقبل الشفاعة، وهذه من رحمة الله جل في علاه أنه أذن بالشفاعة للميت، فإن كان من أهل النيران قد يقبل الله تعالى من 40 موحدا أو من 3 صفوف فيشفعهم فيه، وأيضا قد يكون أقل درجة فيرفع الله درجة بسبب الصلاة الناس عليه. الفائدة الثانية: فضل العدل وثنائهم على فضل العدول، فضل شهادة العدول وثنائهم على الميت. وقد قال صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن هو من ملأ الله أذنه من إيش؟ من سماع الثناء عليه، فهذه عاجل بشرى المؤمن، وأيضا فضل العدول، لأن الصحابة لما مرت الجنازة قالوا إيش؟ أثنوا خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت، فهذا فضل هؤلاء. الفائدة الثالثة: سنة التكبير على الجنائز 4 تكبيرات أو أكثر إن احتاج المرء إلى ذلك. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته لأنه أمر بالصلاة وكان يصلي على الأموات. أيضا من ذلك هو إنزال الناس منازلهم. من وين هذا؟ إنزال الناس منازلهم وين؟ زاد على التكبيرات لأهل بدر، لما زاد في أهل بدر زاد على التكبيرات، كبر عليهم كم؟ 7، علي بن أبي طالب ورواية 6. أيضا من الفوائد المستنبطة الرجوع للعالم في المشكلات، وهذا هو المهم جدا في المشكلات التي لابد أن تحفظك، بأن ترجع إلى العالم في هذه المشكلات. مثله أو يستفاد هذا من فعل عمر بن الخطاب عندما لما مرت الجنازة فأثنوا خيرا قال وجبت، وأثنوا شرا قال وجبت، فقالوا: يا رسول الله، وجبت ما وجبت، ما معنى هذا؟ فلما أشكل الأمر على عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دأب الصالحين وطلبة العلم، أنهم عندما يستشكلون مسائل يذهبون إلى العالم النحرير التقي النقي فيسألونه، وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة أيضا التي تلي هذه الفائدة: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأهل القبور، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول الجزء لما شقه نصفين وكان رطبا، هذا الذي يكون خاصا من السلام، اما الدعاء فلا، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه القبور يعني يملاها الله جعل رحمه بدعاء عليهم، يعني ملئ ظلما او ظلما ونورا ونارا، وان الله جعل يملاها رحمه ونورا بدعاء، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والفائده الاخيره: فضل اهل بدر على ما فضلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه.
يبقى لنا الكلام على حديث سبق وقفنا عنده وهو الكلام على قول سلم أنه نهى أن يجلس المرء على القبر وأن يصلي إليه صحيح وأن يبني عليه، وقلنا هناك زيادة في السنن وألا يكتب عليه. فنقول هنا أمور ثلاثة: الأمر الأول النهي عن الجلوس على القبر، وهذه من الأداب العظيمة جدا، احترام القبر واحترام الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. فمن احترام الأداب التي لابد أن يتأدب بها المرء أن يجلس على المقابر على القبور، لأنه أذية، كأنك رأيت رجلا جاء فقفز على رأسك فجلس، فترتضي بذلك أم لا؟ هذا بالضبط على ما نقول في الميت أنك تجلس على قبر الميت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمر يخرق ثوبه ثم يحرق جلده أولى له أو خير له من أن يجلس على القبر. وهذه دلالة واضحة جدا على أنها معصية، وإن كان قال بعض العلماء بأنها على الكراهة، هذا مصيبة والله، قالوا هذه على الكراهة وليست على التحريم. والحق كما قال الإمام النووي قال هي على التحريم، وظاهر الأمر على التحريم، بل ابن حجر الهيتمي من حفاظ ومن فقهاء الشافعية له كتاب مات اسمه الكبائر الزواج من الكبائر، وعد الجلوس على القبر من الكبائر، عدها من الكبائر لأن فيها وعيد، من ضوابط الكبائر تعرف أن هذه كبيرة بالوعيد. وهذا الوعيد ما هو الوعيد؟ الوعيد بأن السلام قال: لأن تخرق ثوبه فتحرق جلده خير له من أن يجلس على. فإذا أصيب بالنار كما قال سلم أسفل الكعبين ففي النار، فهذه دلالة على الوعيد الشديد يدل على أنها كبيرة من الكبائر، فلا يجوز الجلوس، وأيضا لا يجوز قضاء الحاجة. المهم الغرض المقصود الذين قالوا بالحرمة أو قالوا بالكراهة الجمهور، وأما الإمام مالك فلم يرى ذلك، وقال أن الحرمة مقيدة بأن يقضي حاجته على القبر. من وين أتى بهذا؟ وين الدليل الذي يدل على ذلك؟ وكيف يقدر هذا الكلام وأن المسألة على الإطلاق؟ قال: لأن يجلس أحدكم على القبر، فلا يجوز بحال من الأحوال. ومن الأدب أيضا قال بعضهم أن يمشي حافيا بين القبور، لا يرتدي بالنعال، لأن السلام لما رأى الرجل يلبس النعال السبتية فقال: يا صاحب السبتية النعال السبتية اخلع عنك هذه النعال. فقالوا أن هذا على العموم، ومن الأدب أن يمشي وسط المقابر بلا نعال. فهذا الكلام فيه نعم وجهة وحظ من النظر، وفيه أدب مع الأموات، لكن نحن نقول عندنا حديث محكم يبين أن المسألة خاصة بالنعال السبتية، لأن النعال السبتية التي ملأت شعرا، بأن هذه النعال كانت نعال ترفيه مرفهة، والمقابر أنت ما تذهب إليها إلا تتذكر الآخرة، لا أن تتذكر الدنيا، أنت تمشي يعني مفتخرا بنعلك بثوبك تتذكر الدنيا لا الآخرة، وأنت ما جئت إلى القبر إلا تتذكر الآخرة. وما أمر الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور إلا لأنها تذكر بالآخرة، لذلك قال: ليس مناسبا أن يكون هذا النعل الفاخر بين القبور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنها على الإباحة في النعال الأخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يسمع قرع نعالهم. وهذا فيه إقرار لا إنكار. وممكن بعض العلماء الذين قالوا بالتحريم عموما يقولون هذا خبر لا يستفاد منه الجواز، يقولون هذا محضيط خبر أن الميت يسمع قرع النعال، سواء بقى أصابه في لبس النعال أو أخطأه، هذا محض إخبار. لكن نقول يكون محض إخبار ولا إنكار لا يمكن، أن سلم يعني مأمور شرعا بالبيان. وأيضا من الأداب في ذلك بالنسبة لمسألة القبور، قال سلم: ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليها، الصلاة إلى القبر لا تجوز وهي محرمة، وإن كان بعض الشافعية قال على الكراهة. وعجيب والله هذا الكلام، والحمد لله أن النووي أيضا خرج من ذلك، وابن الملقن وفقهاء المحدثين قالوا بالحرمة لأنها الأقرب، لأن سلم نهى قال: ولا تصلوا إليها. ولا تصلوا إليها المعنى ألا تتخذها قبرة، ألا تتخذها قبلة تصلي إليها، أما إن صلى معظما للمقبور كفر. والعلماء قالوا: والحرمة في من صلى إليها متخذها قبلة هو إيش؟ إنها وسيلة إلى الشرك، وسيلة. ولذلك حسمت المد، أما إن صلى وهو يعظم المقبور فقد كفر بذلك، لأنه بذلك يصرف عبادة من العبادات التي لله جل وعلا لغير الله. والقاعدة العقدية في هذا الباب: أي عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك، نعوذ بالله. ومن الأدب أيضا حرمة الطواف حول القبر، ولو قال القائل كما تقول لكثير من العامة ذهبون للبدوي غير البدوي وطفون، تسألهم يقولون: نحن لا نطوف إلا لله والله هو المنعم. أنت حتى لو طفت بالقبر لله فأنت مبتدع ضال، هذه بدعة ضلالة، والبدعة بريد الكفر أيضا، لأنك ولو طفت لربك جل في علاء طفت في المحل الذي لم يشرعه الله جل في علاء. وقال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم
ما لم يأذن به الله. يبقى إذن معنى ذلك أن الطواف عبادة، والعبادة لا تكون إلا بما شرعها الله، وما شرع الله طوافا قط إلا حول إيش؟ حول الكعب. فالطواف حول القبر لا يجوز ولو كان لله. أما الطواف لغير الله، طواف للمقبور، فهذا كفر محض، كفر مستقيم، كفر مستقيم. فمن طاف للمقبور فقد كفر، ومن طاف لله حول القبر، بعض العلماء يعني جعلها على إطلاقات الطواف بالقبر كفر بكل الأحوال، والصحيح الراجح عند المحققين المسألة على التفصيل. هذه من الأداب. ومن الأداب أيضا ألا تصلي بين القبور، لأنه ورد سنة الذي أو في البزار ورد بسند رجال ورجال صحيح كما قال الهيثمي، قال لا تصلي بين القبور. بين السلام قال لا تصلي القبور، وقال ولا تصلي بين القبور، لأنك لو صليت بين القبور حتتخذ سطر القبر، هذا اتخذته قبلة وقعت في المحذور. ولو تصلي بين القبور أيضا يمكن لك أن تتبرج من هذه الأمكنة فتقع أيضا في البدعة والضلالة، وممكن أن يكون بريد كما قلنا لمسألة الكفر. من الأدب أيضا أن لا يدعو المرء عند القبر. وأما قوله سلام سأل أخيه تزيد فإنه يسأل، يعني يدعو لا يدعو لنفسه، يدعو للميت. وقول السلام سأل أخيه التثبيت هذه فيها دلالة على حرمة قراءة القرآن للميت. ومن ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قال ولا وأن يكتبوا، ونهى أيضا أن السلام أن يكتبوا عليها. الكتابة على القبر جمهور العلماء قالوا بالكراهة، الكتابة على القبر جمهور العلماء قالوا بالكراهة، لم يرد عن صحابي ولا عن أحد أنه فعل ذلك. والحق كل الحق أننا نقول إن احتاج المرء إلى الكتابة على القبر لتمييز القبر عن غيره له ذلك. دكتور أيمن احتاج إلى ذلك ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شاهدا على قبر عثمان بن مفعول حتى يعلم موضع القبر. فإن كان المرء لا يعلم ما وضع القبر إلا بالكتابة قلنا له، لكن الكتابة التي تكتب حفيد العائلة وشريف المنيفة والرجل الذي فيه هذا كله لا يجوز في حال النادي، كما قلنا أن هذه المسألة فيها إيش؟ فيها المفاخرة، لأنه بيكتب بس يكتب الرجل الذي كان كذا وكذا وكذا ويعدد كل خصال المحامد عند رجل، فهذه مفاخرة فلا يجوز. لكن يكتب توفي رحمة الله جل في علاه على ما يقول ويتمنى، يعني توفي إلى رحمة الله يرجو أن يرحمه الله، هذا دعاء وإخبار يراد به الإنشاء، يعني ندعو الله أن يكون إلى رحمة الله جل فلان فلاني حتى يعلم القبر. وإذا كتب الوقت للأبناء ما فيها شيء، لكن إن كانت بمقصد المفاخرة فلا تجوز بحال من الأحوال. أما الباب الذي تكلمنا عنه باب الصلاة على الجنازة في المسجد، هذه مسألة بأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفي أمرت عائشة بإمرار القبر في المسجد حتى يصلين عليه، حتى يصلي النساء. وهذه فيها دلالة أولا في مسألة مسألتين، المسألة الأولى جواز صلاة النساء فرادة على الميت أو يصلين جماعة في وسطهن امرأة، وهذا مكروه. والصحيح الراجح أن الأفضل أن يصلين فرادة، أن تدخل الجنازة فتصلي المرأة على الجنازة فرادة. فهي أمرت أن يدخل أن يدخلوا بجنازة سعد رضي الله عنه حتى تصلي أو يصلي النساء أو يصلين على سعد بن أبي وقاص. فأنكر الناس كيف يفعلون ذلك، هم لم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، وقالوا بأن الصلاة أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في المصلى لا في المسجد. عامة الأولى جواز صلاة المرأة على الجنائز، وأيضا أن تصلي فرادة كما أمرت عائشة رضي الله عنها للصلاة على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. المسألة الثانية مسألة خلافية، وهي مسألة الصلاة في المسجد، صلاة الجنازة في المسجد. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو قول الحنابلة والشافعية، قالوا بالحديث، قالوا يجوز الصلاة في المسجد، والدلالة على ذلك ما قالت عائشة منكرة على من أنكر عليها، قالت والله ما أسرع ما ينسى الناس ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، صلى الله عليه وسلم بيضاء وعن أخيه وصلى على أخيه في المسجد، قالت ما صلى على ابني بيضاء إلا في المسجد. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق وضاح المحيا.